السلام عليكم. يقول المثل الشعبي: يا أم حسين كنت بوحدة صرت باثنين. ويقول المثل المصري: اجت الحزينة تفرح والتكمال عندكم. للأسف العرب حينما فكروا في يوم من الأيام أن يرصدوا القمر وصلوا إلى القعر. الجهل والتخلف أخذهم إلى خنادق بعيدة عن متطلبات الواقع. وحينما أرادوا أن يفخروا بأديانهم أصيبوا بداء الطائفية، وحينما أرادوا أن ينموا مناطقهم أصيبوا بداء المناطقية. مصائب ومطبات اجتماعية كل يوم نشهدها تفقع علينا من كل مكان، وكل ما أراد البعض أن يسكر بابا تفتح عليه أبواب أخرى وتكسر عليه نوافذ أخرى. للأسف رياح التغيير لم تأتي إلا بتغيير كل ما هو جيد وتركت علينا كل ما هو سيء، هكذا يقول المواطن البسيط. لماذا دخلنا في مرض الطائفية؟ ما هي الأسباب؟ من الذي يدعم ويمول هذا النوع من الأمراض الاجتماعية؟ إلى متى سنبقى ساكتين في هذه الأدواء؟ ما هي العلاجات والحلول الحقيقية؟ كيف يمكن أن نتخلص من كل ما يحاط بنا الآن من تلك الفتحات التي تفتح على أوطاننا من كل مكان؟ لماذا لا يكون هناك فكرة للأحزاب الدينية؟ هل أنت مع أو ضد؟ لماذا لا يتم احتواء ذلك التطرف الذي يتعرض له الشباب بإطار مؤسسي معين؟ لماذا ولماذا تعاني كثير من المناطق من الإهمال؟ إهمال اجتماعي، إهمال مادي، وإهمال معنوي. كل هذا مشاهدينا نريد أن نشاهده ونناقشه في هذه الحلقة عن الطائفية والمناطقية التي بدأت ألغامها للأسف تتفجر في بعض المناطق من عالمنا العربي والإسلامي بفعل فاعل وليست عن حسن نية. لا بد أن نسيء الظن بكل من يحاول أن يقحم بلداننا بأي أتون طائفي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في أجندة حوار. بعد أن نتابع ما جرى في الحلقة الماضية سنكون وإياكم مع نخبة من شباب سوريا كيف ينظرون إلى الطائفية والمناطقية. بعتقد الجمهورية العربية السورية هي من الجمهوريات القليلة في العالم التي لا يوجد فيها وزارة للشباب أو تهتم بشؤون الشباب. يعني إذا استثنينا الاتحاد العام الرياضي بيشيل قلب جندي وبيذبح واحد باسم الدين، هذا طفيلي. الطفيليات هذه في مثل اللي عم يدير هذه الطفيليات في شخص ثاني جوا البلد عم يدير طفيليات من نوع آخر. أنا بشوف في توازي بيناتهم. بحاجة لممثلين عن كل الأطياف تجلس وتتحاور تخرج بميثاق وطني. غريزة الطائفية موجودة، ومجرد ما أشعلت بذرة الطائفية شوف كيف حرقت المجتمع. الاهتمام بفئة شباب المناطق الفقيرة ومراكز الإيواء، هدول مثل ما تفضلوا الشباب هدول هن وقود الأزمة حاليا. القضاء على فساد المحسوبيات اللي هلأ كتير موجودة. يعني أنا بطلب اليوم اللي عم يحكي من برا لما من جوا، اليوم انا بحبه انه يكون اليوم يشوف بالارض شو صاير مع العالم، شو يعني لازم نحل. الشوب الطائفي، البرد الطائفي، السهل الطائفي، الوادي الطائفي، فلان طائفي، فلان مناطقي، ملينا من كل هالمصطلحات. لكن اليوم نريد بكل شفافية أن نفتح ذلك الجرح ونعالجه بالطريقة الصحيحة التي تناسبه من وجهة نظر المواطن الذي يحب بلده بعيدا عن أي تعصب آخر. ليست المشكلة في أن تنتمي إلى طائفة كريمة، هذا فخر وهذا إرث وتاريخ وحضارة، لكن المشكلة أن تتعصب بطريقة عمياء جاهلة لطائفتك أو لمنطقتك، مما يكون في ذلك على حساب الآخرين من ربما تضييق على حرياتهم وعلى آرائهم وأفكارهم، فضلا عن أن يكون أن يتحول ذلك الفكر إلى نوع من التسلح وهو الأخطر فيما نتحدث عنه
اليوم. أهلا بكم مشاهدينا، ويسرنا أن نتعرف على نخبة من شباب سوريا الأفاضل الذين لبوا دعوتنا. نبدأ من الآنسة غنوة ميا المترجمة والناشطة السياسية، أهلا وسهلا فيك. أيضا الآنسة حنان صندوق طالبة في كلية الإعلام جامعة دمشق، أهلا وسهلا. وأيضا الدكتور عماد ناصر طبيب سوري، حياك الله. أهلين، حياك. وأيضا الأستاذ ثائر العجلاني الصحفي السوري والناشط دائما، أهلا وسهلا. وأيضا الأستاذ الفنان الكبير الأستاذ أدهم خليل أبو أيهم الرسام الكاريكاتيري الذي يسعدنا أيضا برسومه اليوم، أهلا بكم جميعا. وخلينا نبدأ من الأول أن نسأل السؤال التالي: هل يحق لنا كشباب أن نتحدث ليس في الطائفية لكن نتحدث عن الطائفية بما يناسبها؟ يعني حينما معلوم بأنه الآن القنوات السورية على العموم وحتى المجتمع السوري على العموم كان عنده خط أحمر أن نتحدث بالأشياء بمسمياتها، أن نسمي فلان بطائفته وفلان من طائفته وفلان من طائفته، لكن الآن بعدما طغى الخط وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه صار لزاما على الجميع أن يسموا الأمور بمسمياتها بما يقتضيه الحال، حتى نجعل هناك حد لمن يحاول أن يخطف هذا الموضوع ويسيره كيفما يشاء. حتى إحنا سياستنا التحريرية في قنواتنا وقناة السما بالذات نحن لن نتطرق ولم نتطرق سابقا إلى هذا الموضوع، لكن اليوم يقتضي الحال أن نناقشه، لأن المنطقة كلها الآن فيها ألغام عم تتفجر كل يوم باسم الطائفية، وهناك من يعني يدفش دائما بهالاتجاه ويشعل فتيل في كل مكان حتى نتفجر. فأسألك غنوة، أنت مع أن نتحدث عن هذا الموضوع بشفافية ولا لا؟ بالطبع أنا مع الحديث بهذا الموضوع بشفافية، لأن هي مشكلة ظهرت كتير بمجتمعنا بهالأزمة. مجتمعنا هو ما كان طائفي، ولكن هلا في تمويل وفي في في شيء من برا دخل على المجتمع السوري. طبعا في بعض المتطرفين بس هن ما هم غالبيه، فبالتالي هالازمه ظهرت هذا الموضوع، وفي دعم خارجي لهذا الشيء عم يظهر بهي الازمه. فانا مع انه نحن نحكي عن المساله بشفافيه لحتى نعالجها، فكثير مهم انه لان هناك من يلومنا الان مثلا انه انتم ليش عم تحكوا. أنا وصلني أحد البوستات على صفحتنا على الفيسبوك يقول الإعلام هو من يرسخ الفكرة، هل أنت مع هذا الطرح؟ هلا إذا ما حكي عن الموضوع أنت ما فيك تعالج مشكلة بلا ما تعترف أنها هي موجودة وتعالجها. فلحتى نعالجها بالبداية لازم نحكي فيها، نكون عندنا الجرأة أنه نقول نحن عندنا هيك، بس نحن بدنا نصلح هذا الشيء. أيوة، فكتير هذا الشيء مهم. طيب حنان، أنت أيضا مع هاي الفكرة أنه إحنا ندخل بالموضوع ونناقشه يعني بما يقتضيه الحال من غير أن نتحفظ فيما يمكن أن نتحفظ عليه احتراما لمشاعر الناس واحتراما أيضا لحرمة الأديان والطوائف وأيضا حرمة ما تقتضيه اللحمة الوطنية، ولا أنت لا احنا نشرح الأمور بما هي؟ بالطبع التحدث عن مواضيع ليست طائفية، ولكن بالشكل أنه نرجي التلاحم قديش ما في فرق بين أديان، نحبب أرجي التوافق بين الطوائف كلها، في نقط مشتركة بين جميع الأديان والطوائف. المشكلة وقت عم نضوي على النقط السلبية، الاختلافات اللي بيننا، لا لازم نضوي على الشيء اللي بيجمعنا، الشيء اللي بيتفقوا عليه جميع الأديان والطوائف. لكن يعني موضوع الاجتماع الأديان والتعايش السلمي هاي صارت أشياء معروفة بالضرورة قديما وحتى حديثا، يعني صار الآن الحديث عنها هو نوع من يعني الأسطوانة المشروخة أنه إحنا متعايشين سلميا وقاعدين مع بعض، بس لكن على الأرض حينما تحدث بعض المناكفات أو تحدث بعض الثغرات الاجتماعية التي يدخل عليها أعدائنا كما قالت غنوة، لاحظ أن هناك بعض الاستعداد الاجتماعي للانخراط فيها وكأنه صارت موضة أو موجة بسرعة، تشوف فيه أنه النار تؤجج أحيانا في بإطار طائفي في منطقة معينة أو في مناخ معين أو في بيئة معينة. ما حصن الإعلام ما حصن الجمهور تبعه بشكل
وقت يحكي عنها بشفافية يرجي أنه بين الطوائف يحكي يكون صريح. ما بظن أنه لازم وقت نكون شفافين مع جمهورنا أشخاص بين بعض رجال الدين يحكوا بطريقة شفافة لحتخف هي. طيب طرقتي إلى مصطلح رجال الدين وعلماء الدين، صرنا إلى مصطلح آخر هو مراهقي الدين وجهلاء الدين. يعني بعد ما كنا نتحدث عن علماء دين صار عندنا الآن جهلاء دين، وتحدث عن رجال دين صار عندنا مراهقين في الدين. دكتور عماد، أنت بالتأكيد حضرتك طبيب وأنت مع أن تصارح المريض، أنت تنظر الأمور أيضا من هذا المنظار أن نصارح المجتمع بما عنده من بعض الأمراض وبعض الأدواء التي تحتاج إلى علاج مركز طويل الأمد ربما، يعني بعيد الشر عن الجميع وعن السامعين والمشاهدين، أنه أحيانا حينما يصاب شخص بسرطان بدك تكون معه صادق مشان توصف له العلاج الطبيعي، ولا الأفضل أن نحكي لا ما معك هيك عندك هيك يعني شغلة بسيطة وانتهى؟ أحيانا ممكن يكون الحل الأفضل أنك تداري شوي عن المريض مشكلته. يعني أنا ضد الحديث المباشر عن الطائفية، لأنه حاليا أحد أهم أسباب الأزمة وتفاقمها هو الإعلام الطائفي التحريضي. يعني حاليا كل قنوات مذهبية طائفية تتحدث ليلا نهارا عن نبذ الطوائف الأخرى وعن ذبحها وعن قتلها. طبعا أنا مع الإعلام الحر ولكن الإعلام المسؤول. يعني لما بدنا نعالج مشكلة مش انه نفصلها بتفاصيلها الصغيره، احيانا لاسباب معينه ما لنا قادرين نشرح كل التفاصيل، ما لنا قادرين مثلا للمريض نشرح له انه انت ممكن يصير معك مضاعفات معينه خلال فتره قليله، انه ممكن ناثر على حالته النفسيه وعلى حالته المرضيه. فانا ضد الحديث عن الطائفيه بشكل مباشر. انما انت مع ان يكون الحديث متحفظ، لكن كيف يمكن ان نقنع هذا المريض الذي انت سميته مريض بما عنده من يعني اختلاجات او ما عنده ربما من تداعيات ستتفاقم ان لم تصارحه، حتى يعرف هو كيف يتعامل مع التفاصيل يعني التي ستعقب تفاقم المرض؟ يعني اذا تركته ما راح يتفاقم المرض؟ اكيد المرض راح ياخذ سيرورته نفسه، سواء انا صارحته او ما صارحته، بس احيانا عدم مصارحته بتعطي تاثير نفسي ايجابي. ايوه يعني لما نحن بنحكي بشكل مباشر عن الطائفيه أيوة. بصير الكبير والصغير يحكي عن الطائفيه بالشارع، فبصير في نوع من الانقسام بالمجتمع. بالمدرسه بصير الطفل لما بيسمع الاعلام عم يحكي عن الطائفيه بصير يسال الطفل انه شو هذا الطفل الثاني اللي كان من اي طائفه او فبشكل مباشر ما ضد الحكي عنه. لكن اذا انت يعني السؤال الذي يطرح اذا ما انت تطرقت لهذا الموضوع بمسؤوليه كما قلت ومع يعني ترسيخك لكل المبادئ التي تحملها، مبادئ الوطن ومبادئ احترامك للحريات والمعتقدات وافكار الاخرين، فان هناك مئات القنوات ستتطرق الموضوع بلا مسؤوليه، مثل ما صار انه فعلا طلعت قنوات فضائيه هنا تكمل لها يعني منحى طائفي وتحكي الامور بكل يعني بتعريه تامه. هون تكمن المشكله، انه الاعلام بطل اعلام مسؤول، صفى اعلام حر او يعني اعلام يعني اكثر من حر، يعني حتى كلمه حريه المفروض لها ضوابط، ان الحريه يعني صار اعلام منفلت. اعلام منفلت تماما من دون قيود. طيب ثائر، وانت زميل وصديق ايضا يعطيك العافيه، انت صحفي، انت مع ان يتم تداول هذه الامور التي نتحدث عنها الان موضوع الطائفيه والمناطقيه ان تكون مباحه في وسائلنا الاعلاميه؟ طيب حتى لو كانت مباحه ما هي الضوابط انه نحكي فيها؟ يعني من وجهه نظرك كصحفي شاب سوري. شوف صديقي، انا اتفق مع الدكتور بما قال لما قال انه اعلام حر ومسؤول، واختلف معه بموضوع مريض السرطان. طب مريض السرطان حيهر شعره، انا بقول له عم يهر شعرك معك رشح ما عاد تزبط. اليوم في مئات القنوات التلفزيونيه عم تلعب على هذا الموضوع، في بعض المناطق تشهد نزاع طائفي بسوريا، هذا الكلام كل المستمعين بيعرفوا اذا خبينا او ما خبينا، فهذا الكلام اصبح معروف نتيجه ممارسات سياسيه لاهداف سياسيه ممكن نمر عليها بعد شوي. لكن هذا الموضوع حذر، يعني نحن بعطي هلا مثالين، مجزره حطلي القريه الشيعيه اللي صارت من فتره، اعلام ما جاب سيرتها بنوب، واعلام
تطرف كثيرا بهذا الموضوع. بنفس الوقت بعطيك مثال آخر، بيرد خبر وهذا كله موثق على أحد القنوات خارج سوريا، بتقول استهداف باص قادم من مدينة إدلب ومقتل ستة من الطائفة، ستة سنة بداخله. طيب ما اليوم معناتها في تطرف بالأخبار. نحن اليوم كإعلام سوري بشوف أنه لازم نحن نوصف المرض، نشخص العلاج ونوصف المرض بمسؤولية، لكن لا يعني نهائيا أن نتجاهل وجود المرض يلي أصبح موجود لدينا. هو بشكل عام موضوع الطائفية والتعصب هو موضوع موجود منذ الأزل، ونحن اليوم العرب أبناء قبائل، وهذا الموضوع بمخزوننا الثقافي. يعني بتذكر لما كنا صغار نسمع المثل أنه أنت وابن أنا وأخي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب. موضوع المناطقية والطائفية والقبلية هذا الموضوع موجود تماما، إن كان على نطاق كتير ضيق بخلال السنوات الماضية. طيب نبدأ بتقرير شباب ونعود. احمل حالك واطلع برا الشارع. ضل شوف بحالك وحلق في واحد بشد على ايدك يا شباب. ابنك ما شاء الله صح كويس. احكي لي هي المرة اللي فاتت لجوا. طول عمرك غدارة وبنت كلب. شاهد ولا شاهد. لك يا برني ربك. ايه انت الحق عليه، انت اللي خليته يركب علينا ودندن رجليه. بكره بس نقبض المصاري من عمك رح نلاقي 100 حل. يعني هدول المصاري اذا بتقبضهم اليوم من عمي رح تكتشف انه فادوا نص قيمتهم من 6 سنين لهلا. اهلا بكم مشاهدينا، طبعا نورنا من نوركم بوجودكم، لكن احنا جزء من حاله البلد في موضوع انطفاء الكهرباء او عودته. اعود اليك ثائر، تفضل. كنت تتحدث عن موضوع انه نصارح الناس لكن بمسؤوليه. تماما، هذا الموضوع كنا بنحكي انه هذا الموضوع موجود بالمجتمع السوري وغير المجتمع السوري. كنا بنحكي انه نحن اليوم بمخزوننا الثقافي هذا الموضوع موجود، لكن الحياه في سوريا التعايش والتآخي والى ما هنالك منذ سنوات طويله الى الان كان مخلي هذا الموضوع ما يظهر على العلن. هنالك من استخدم هذا الموضوع كوسيلة وليس هدف. اليوم إشعال الأمر الطائفي في سوريا هو وسيلة وليس هدف. نحن اليوم في سوريا المعروف أن الغالبية اليوم هي من الطائفة السنية. المعارضة السورية استخدمت هذا الأمر، هي يعني بعض المعارضة السورية ليس لديه المشكلة بتجاوز كل الخطوط الحمراء، تسلح من الأمريكي، تمول من القطري، بعث برسائل تطمينية للإسرائيلي، نام بفنادق الفرنسي، ما عنده مشكلة. كان الهدف من استخدام هي الورقة هو تهييج طائفة ضد نظام الحكم الذي تعتبره المعارضة خصما لها، ليكون ورقة ضغط على هذا النظام. في مفردات المعارضة هذا النظام كان سيسقط خلال أشهر، فكانت هي وسيلة ضغط وليست هدف. واشتعل الموضوع في عدد من المحافظات السورية وكانت هنالك ممارسات مخيفة، ممارسات دموية. نحن اليوم يوميا عم نشهد باليوتيوب، قنوات اليوتيوب، على عمليات قطع رأس وعلى عمليات تهجير وعلى عمليات فرض جزية. يعني تخيل مثلا بأحد المناطق بريف دمشق، من 3 أيام كنا عم نحكي بهذا الموضوع، هنالك
طوائف معينة، هنالك مسيحيون يدفعون جزية مقابل البقاء في بيوتهم، يعني هنالك مسيحيون بيدفعوا 3000 ليرة والموضوع مرتب، تدفع 3000 ليرة مقابل تضل ببيتك، تدفع 5000 ليرة بتضل ببيتك وبيتأمن لك حماية، يعني 2000 ليرة هي مقابل الحماية، هذا الكلام شهرياً بكل بيت. إذن اليوم في ممارسات صارت خطيرة على المجتمع السوري، وأنا بعتبر اليوم ليست المشكلة بانتهاء العمليات العسكرية، العمليات العسكرية ستنتهي اليوم غدا بعد سنة سينتهي، يعني سيصمت صوت المدفع إن كان الآن أو بعد فترة، المشكلة هي كيف أنت ترجع التآلف للمجتمع، إعادة تأهيل المجتمع، إعادة تأهيل المجتمع، إعادة تآلف هذا المجتمع. اليوم مجرم من يقول أن الحرب في سوريا هي حرب بين سنة وشيعة أو سنة وعلوية أو بيتهم، لأن هم بدهم يلبسوا هذا اللبس. الحرب اليوم في سوريا بين كل الطوائف ومجموعة تكفيرية ومجموعات ظلامية تقوم بتكفير الطرف الآخر، تقوم بإقصاء الطرف الآخر، هذا هو الوضع بشكل عام. السوريون يعلمون أن هنالك شرخ طائفي، أنا مع أنه الإعلام يتعاطى بمسؤولية بهذا الموضوع، ولكن بصدق وجرأة وتوصيف، لا يدير الإعلام نظره عن المشاكل الموجودة في المجتمع، لأنه رح يجي يوم حيضطر، وإذا أنت ما رح تحكي فيها ففي في غيرك جهات أخرى مثل ما حكينا تأخذها بلا مسؤولية. تماماً. أنا أشكرك طبعاً أبو أيهم، يعني مما استشفينا الآن من حديث الشباب والصبايا أيضاً ومما نقرأ ونتابعه بأنه الموضوع الطائفي ليس في المشكلة في انتمائك الطائفي، إنما في التعصب الأعمى الجاهل للطائفة الذي يوظف لمآرب سياسية أو حزبية، بمعنى أن طائفة الطائفية اليوم التي تنشأ في المجتمعات ويركز عليها هي ليس طائفية دينية هدفها الجنة والنار، هدفها أن تأخذ رضا الله، إنما هدفها أن تحصل على كرسي، هدفها سلطوي. ولذلك بعض الأحزاب يقول لك تحاول أن تلعب على الوتر الطائفي، إذا ما كان لها قاعدة جماهيرية فإذا ادعت أنها تدافع عن حقوق طائفة معينة من الناس فإنها ستحظى وستحصل على مكاسب سياسية في صندوق الانتخابات ربما أو في الصراع الدائر سواء بحرب أو بغيره. تتفق مع هذا الرأي؟ والله بما أنه بكل بيت بكل مكان بسوريا بنحكى في شغلة الطائفية، ما بدنا نخبي حالنا، يعني أفا أصبعتنا كل بيوت وكل المجتمع بسوريا عم ينحكى عن الطائفية. إذا الطائفية هي حلة داويها بالتي كانت هي الداو، الداء هي بجوز إعلامية أكثر منها، حرب إعلامية أكبر من ما نتصور. أنا كمواطن سوري مسلم علمني ديني أنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 1450 سنة نشر هالدين بالكلمة الطيبة وبالمعاملة الحسنة. نحن اليوم اتجهنا لشيء عم نستغرب فيه، بعيد عن هالشيء، بعيد على هالمنظورنا، بعيد عن كل الأديان الموجودة السماوية. نحن اليوم وقت عم نشوف شيء اسمه تطرق جهل، أنا بتخيله أكثر منه تطرق ديني، لأن الإسلام ما أمرنا بشغلات نحن عم نشوفها اليوم، لا أمرنا بشيء اسمه قتل ولا ذبح ولا أي سبلة، حتى إذا بترجع لحديث رسول الله في شغلات يعني سبلة حتى مو من شيم الإسلام. أنا كمواطن سوري عم بسمع اليوم على الطائفية وكل المجتمع بيحكي بالطائفية. إذا نحن ودنا نبلش بشغلة إنه نحن الدكتور حكى انه نقدر شوي شوي، ما عاد في اليوم هجمه كبيره، الهجمه اسرع منك وربما تاثر كثير، هجمه لها ادوات اكبر من ادواتنا احيانا، احيانا ممكن تساوي رده فعل سلبيه، يعني الحكي عن الطائفي بشكل مباشر اليوم نحن تساوي رده فعل كثير سلبيه عند الطرف الاخر. مثلا لما بتشوف انت مشهد، لنحكي عن مصر كمان، يعني شفنا سحل الشيخ شحاته اي بس لا، لكن مثل هاي الاعمال دكتور هي بالتاكيد لا تمثل كل طائفه، لا تمثل كل طبعا الناس. بس لما انت بتحكي بشكل مباشر نحكي عن جهله الناس ومتعصبين الناس انت هون، نحن هون بدنا نراعي جهله الناس، يعني للعقلاء او المثقفين التعامل معهم سهل، يعني ما في مشكله اذا تحدثنا معهم بشكل مباشر عن كل الامور، ولكن جهله الناس ممكن يمسك ساطور
ويروح بده ياخذ بالتار او ياخذ بال الطرف الاخر لعب على هذا الموضوع ولعب على موضوع التجيش الطائفي. نحن اليوم شعب يتعامل بالعواطف باغلب علاقاتنا الاجتماعيه، الطرف الاخر لعب على هذا الموضوع ولعب على الموضوع المشاعر وانه هذه الطائفه تذبح حبه لنصرتها والى ما هنالك. يعني ببعض الاحيان انت كنت تشعر انه اللي عم يخاطبك هو عم يخاطبك رجل من قريش وانت قاعد بخيمه وداخل قبيله. اليوم لعبوا على هذا الموضوع، بس هذا لا يعني اليوم انه انت كاعلام تغض الطرف عن الشيء اللي عم يصير. لا، انا مع الكلمه اللي حضرتك حكيت اول شيء انه خي اليوم في عندك اعلام حر ومسؤول، في كثير اليوم مدارس اعلاميه والمسؤوليه هي التي تحدد هذا المسار تماما. تعالج انت طريقه صياغه الخبر، طريقه الخبر اللي بدك تبثه، طريقه معالجه القضيه، بس نهائيا مو مع انك انت اليوم كقنوات سوريه خلينا عم نحكي انك انت تتغاضى عن كثير من الامور. يا رجل، في مره من المرات نحن اليوم كصحفيين جبنا خبر سقوط احد القطع العسكريه من اليوتيوب. طب انا اليوم معقول ادرى انه انا في عندي ضابط بالجيش السوري تماما دخلوا عليه وتم التنكيل بجسده، ادراها من اليوتيوب وانا التلفزيون السوري تبعي ما بيقول لي هذا الكلام خطا؟ هون لازم يكون في اعلام حربي. لا 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 صديقي، اليوم خطأ، هنالك خطأ بالتعامل من قبل الإعلام السوري مع كثير من المواقف. يا اخي يفوت غمار القصة، اليوم الكل عم يشتغلها، عمل مدارس، نحن نتعب على حالنا، شلون بدنا نصيغ الخبر بشكل ما يثير المشاعر وما يثير الضغينة، بس نهائيا انا ماني اتغاضى عن هذا الموضوع. يعني انتم مع المعالجة الدقيقة والحساسة طبعا. المعالجة الدقيقة ايوه. طيب ابو ايهم، قبل ما يعني ارجع مع ايضا باقي الضيوف الاكارم، بالتاكيد انت محضر لنا اليوم كم قصه. يعني انا في هي رسمه، معلش لو اي هي بتعبر انه الانسان السوري فرضا السوري، ما بدي اقول لك اي انسان، لو نشتغل على الطائفيه نحط له سي دي طائفيه ونقلم له مخه، بما انه بما مخ بضل هو مثل هالسي دي عم يدور. يعني بس وضح اي سي دي بيقدر يحطه. اي سي دي بنقدر نحطه بهالزلمه بضل، لان مخه مو شغال بالاصل. لو مخه شغال الله خلقنا، حكينا هذيك المره انه خلقنا لنفكر فيه. هون نفس الشيء الوضع، انه وقت تقيم مخ الانسان تحط السي دي صفي، هو يعني لاقط كالبغبغاء بيدور بمنحنى اللي حاطين له اياه. ايوه بس خذها مره ثانيه احمد، بس حتى نشوفها مخرج احمد. اي تمام ايوه، هي مثل الاسطوانه قبل يسموها الفونوغراف، هي بتشتغل فيها. شو كمان هلا نحن كمان هون البيئه الطائفيه الموجوده هي مثل حلبه مصارعه. هالحلبة مصارعة ما بيخسر فيها غير أهل هالحلبة، مين ما ساعده. بجوز هون أنا ما حطيت بلاد، يعني ما أشرت على بلاد غربية لما ممكن يكون بأي مكان أو سلاح يقتلوا بعضهم، وهذا الشخص عم يصفق لهم، بيصفوا أولاده وأهله وهي مشردين تحت هالحلبة. بل البيئة الطائفية بتضل هي أخصب بيئة للي بده يشتغل بأي بلد. نحن بنتذكر بالهند وتتقسمت الهند للباكستان وافغانستان، اشتغلوا الانجليز بمنحنى الطائفي، بلشوا يشتغلوا فيه لقسموها، رغم انه فيها الهند من اكثر الطوائف فيها، ونحن بلدنا فيها من كل الطوائف، تعايشنا كل هالعمر مع كل هالطوائف وتعايشوا معنا. هلا ليش هالبذره صارت سيئه او مو منيحه؟ نحن هذا الموضوع بصيبه، انه اي ارض فيها خصبه للطائفيه والجهل بتنعرى، بجوز يصير مذابح ومآسي. طيب، وهذا الشيء عبرته يعني شوي بهاللوحه. هلا احنا من خلال حوارنا بالتاكيد راح تحضرك شيء فكره معينه لنحكي فيها. اذا حكيت عن موضوع البيئه، يعني هناك اليوم انا كنت والله جالس مع نخبه ايضا من الشباب السوري في مكان عام، فتحدثوا لي انه الموضوع الطائفي هو ليس موضوع ثقافة شخصية، يعني شيء مكتسب أنه أنا والله درست وتعلمت وكذا لحتى صرت طائفي، لا، إنما هو نتاج بيئة ومناخ، فأنت تؤخذ تعصبا لما يعتقد أهلك ربما أو حارتك أو منطقتك أو بلدك أو مجتمعك، فأنت تؤخذ بتلك الموجة، موضة يعني مثل هيك موجة معينة بتجي بنطلع
تتذكروا يتذكروا شباب السبعينات والستينات انه كان الهيبز والبيتلز وهي القصص ما لا ايوه بعدين اجت كل فتره بتطلع موضه معينه. لا الان الموضه هي موضه طائفيه، يعني يا ريت لو كنا القصه قصه فن وغيرها. شو رايك؟ هلا هو سبب الطائفيه عاده هو جهلك بالاخر. يعني انت لو بتعرف انه طبيعه جارك هي كيف ما بتكون يعني احساسك تجاهه بهي الطريقه. هلا في موضوع هو انه ما انشغل عليه هو تنميه احساس المواطنه. يعني لما انا بحس حالي انه انا ما بيعنيني هذا شو دينه او هذا من وين، بيعنيني انه نحن كلنا سوريين بهذا البلد، كلنا مواطنين، فهذا هو المهم. يعني فانا برايي انه ما انشغل كثير على موضوع تنميه حس المواطنه عنا بالبلد، يعني لحتى ظهرت هاي القصه. يعني بالاضافه لجهلك بالاخر، يعني انت لازم تكون في تثقيف انه مشان ما تخاف منه للاخر. هلا هو حتما الطائفيه نتيجه خوف، فانت بتصير عدائي تجاه الاخر لانك خايف منه. فبس القصه الاساسيه الجهل وعدم تنميه حس المواطنه، هي المشكله الاساسيه. طيب لكن هناك ربما من يعترض على كلامك يقول لك لا، انه انا تعليمي وتربيتي هي من مسؤوليه الدوله. حينما قصرت مؤسسات الدوله في ان تجعلني محصنا عند ذلك، يعني يجب ان لا تلومني حينما اكون انا ضحيه لعمل خارجي او اكون انا اتبع صوت خارجي ياتي من برا، لانه ما كانت المؤسسات اللي عندي حتى بما فيها المؤسسات الدينيه والتربويه ما كانت بالمستوى المطلوب، هكذا ربما يقول لك مواطن. وبالتالي انا حينما استمع لعالم الدين السعودي او عالم الدين المصري او الافغانستاني او الايراني او شو من كان، يعني فانا لا الام، لانه يعني مؤسسات الحكومه عندي لم تهيئ لي المناخ الجيد حتى اكون انا متربي فكريا بالطريقه الصحيحه. انت مع هذا كمان الطرح؟ كمان اي مع هذا الطرح، لانه في شيء اسمه انه يعني صارت في تنميه مثلا بكليات الجامعه، في شيء معين بيتعلم ما بيصير للبقيه. يعني بتتعلم انه مذهب معين او طائفه معينه او مجموعه معينه او طرف معين من او طيف معين من اطياف الشعب السوري، مثلا كليه شريعه على سبيل المثال، انه ما فيها غير شيء معين. هلا هي القصه وين؟ انه طبعا ما انشغل كثير على موضوع تنميه حس المواطنه والتعريف بس بالاخر. مسؤوليه من الذي يشتغل على موضوع تنميه حس المواطنه؟ هذا الشيء بده يكون شغلنا نحن وشغل الدوله. أيوة. بس طبعا المواطن في لازم هو يشتغل، فلهيك نحن ك يعني ناس مجتمع مدني لازم نشتغل على هذا الموضوع. وهلا هي الازمه طبعا مو بس الدوله كمان، يعني نحن بدنا نتعاون مع الدوله والدوله بدها تساعدنا لحتى نحل هي المشكله. فاكيد في تقصير من كلا الطرفين، ونحن بازمه كثير كبيره بحاجه لانه يكون في بينشغل على هذا الموضوع، ولكن كثير في على عاتق الدوله يقع العبء الاكبر. طيب حنان، يقع كما تقول غنوة على عاتق الدولة الحمل الكبير باعتبارها هي المسؤولة الأول والأخير عن سلامة الناس وتأمينهم من كل شيء، يعني مو فقط تأمين لقمة العيش لهم، لا إنما حتى تأمين الفكر الصحيح للناس الذي والحرية الفكرية في الاعتقاد. لكن المشكلة تكمن أنه حينما يتحول ذلك الفكر ويصبح فكرا مسلحا، يعني هون المشكلة. أنا ما عندي مشكلة أنه فلان يعتقد ما يشاء ويعني يمارس ما يشاء من طقوس في اعتقاده الديني أو المذهبي أو الطائفي أو الفكري أو الأيديولوجي والحزبي، لكن المشكلة حينما تحول ذلك الفكر أن يصبح مسلحا، أن يحمل السلاح ضد غيره ممن يعارضه في الفكر والتوجه ليقتل ويقيم دولته هو دون يعني باقي الآخرين. سأذكر قول الإمام علي بيقول الناس إما أخ لك في الدين أو أخ لك في الخلق. أما التكفيري هو لا أخ لأنه لا نظير. لكن الطائفي هو مشروع تكفيري. التكفيري هو بس عنده فكر إلغائي، بهمه بس أنه يا بتكون معه بنفس الرأي يا أما إذا مخالفه خلص دمك مباح. ما بيتقبل وجودك، بيعتبرك شخص محلل دمك، ممكن انه يعني حتى مثلا مو بس عم يقتل من باقي الطوائف او الاديان، حتى مثلا من نفس الدين يكون، بس هو مو نفس الدين التكفيري معه، حتى الشخص المعتدل
إذا مخالفه بالرأي والفكر السياسي بيبيح دمه، مثل شفنا عدة اغتيالات كشيخ البوطي أو عدة رجال دين أو شخصيات ناس من مواطنين سوريين. تكفيري ما بيهمه أنت شو دينك. أيوة دكتور عماد، هذا التكفيري أو هذا الطائفي الذي يبدأ بالتعصب لطائفته بشكل أعمى بحيث لا يتقبل أن يوجد أي آخر في الحياة من دون طائفته، بل أحيانا حتى إذا كان حدا من طائفته نفسه موجود ويمارس بعض الممارسات التي لا تتفق مع فكره هو يعتبره مرتد أو كافر. ولذلك طلع مصطلح عندنا الآن، مصطلح مثلا يعني الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة، توزيع صكوك الغفران وصكوك التكفير، هذه شئفة بالجنة الفلان، هذه شئفة لا، وصاروا بيحددوا أنه هذا بأسفل النار، هذا بالنار، هذا للجنة، وصار وأخذوا يعني تألوا على الله سبحانه وتعالى، بأخذوا صفة من صفات الله عز وجل اللي هو قسيم الجنة والنار، يعني هو بس رب العالمين هو اللي يعرف أنه هذا بيروح على النار يستحق النار، وهذا بيروح على الجنة بيستحق الجنة، فصاروا يتألوا على الله. فهذا النوع من الفكر الذي بدأ ينمو في المجتمع، مو فقط وليس فقط، يعني يا ريت لو كان فقط فكر إقصائي أو تهميشي، احنا انتقلنا من التهميش إلى الإقصاء الآن إلى الإلغاء والإعدام، الإبادة الجماعية، يعني هناك من يحكم عليك وعلي بالإعدام الجماعي، أنه أنت خلص يعني أنت يجب أن تهجر من منطقتك وتترك، يعني صار حتى في تغيير لديموغرافية الأرض، رأيك في ذلك؟ الحل مع التكفيريين يعني مثلا إنه يعني انه كيف احنا نعالج الان التكفيري وصل تكفيري، هذا مشكلته يعني مشكله، لكن كيف نحصن شبابنا ان ما يصلوا الى هذه المرحله؟ الحل هو حل معرفي، طبعا حل معرفي طويل الامد، يعني كان في امام الدوله السوريه فرصه بعد حرب الاخوان المسلمين وانتصارها على هذا الفكر المتعصب أنه تنتقل بالبلد وتقفز فيه قفزة هائلة نحو دولة علمانية. يعني نحن انتصرنا على الإخوان المسلمين بالثمانينات، فكان نحن المفروض الدولة تفرض شروطها والمفروض تكون شروط علمانية وليس شروط يعني تراعي الإخوان المسلمين. فبعد هزيمة الإخوان بالثمانينات الدولة صارت تراعي الإخوان ببناء المساجد، أكبر عدد من المساجد، بمدارس تحفيظ القرآن. ليش هي كانت موجهة للإخوان ولا موجهة للمسلمين بشكل عام؟ لاسترضاء 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 الإخوان، لاسترضاء الإخوان لكسبهم إلى صفوفها أو نوع من يعني التعايش معهم. طيب رأيك هذا صح ولا غلط؟ غلط، كان المفروض الدولة تفرض شروطها العلمانية، تنتقل إلى دولة علمانية، الدولة العلمانية اللي بتوقف. لكن حتى الآن من يوصفون بأنهم إرهابيون يمارسون كل طقوسهم بحريه في اوروبا وغير اوروبا وحتى في امريكا، يعني كل يوم انت شايف ليس بحريه، كل يوم النقاب ممنوع في بعضهم بياخذوهم وبيعتقلوهم بفرنسا منعوا ارتداء النقاب، منع هن بيستغلوهم فقط بيوجهوهم نحونا، اما ما بيمنعوا عندهم يمارسوا اي شيء. يعني النقاب منع بفرنسا، ايوه، وحتى يمكن ببلجيكا او بهولندا انه المساجد منعوها تصدر الاذان باوقات معينه. طيب ثائر، أنت مع أن تعطى حرية سياسية لهذه الأحزاب أو تلك التوجهات الفكرية الدينية حتى المتعصبة منها في أن تشكل أحزاب؟ يعني التجارب اللي حوالينا الآن في المنطقة عدا سوريا أنه تسمح بتشكيل أحزاب دينية، حتى في مصر أحزاب سلفية أخذت ترخيص، أحزاب إخوانية أخذت ترخيص، أحزاب معتدلة أخذت ترخيص، أحزاب صوفية، وربما أحيانا حتى في بعض الدول حتى الأجنبية والأوروبية تجد أن هناك ترخيص لأحزاب دينية بحتة متطرفة، ربما أحزاب ربما بروتستانتية كاثوليكية أرثوذكسية إلى آخره. يعني حتى الأحزاب حتى اليهود يعني يحق لهم أن يأخذوا ترخيص في بعض المناطق. طيب خلينا بس نتمايز شوي عن أخونا الغالي الدكتور. اليوم بناء المساجد هو شيء إيجابي ليس شيء سلبي، ومعاهد تحفيظ القرآن ليست شيء سلبي هي شيء إيجابي. اليوم بكثرة ولا بقلة؟ اليوم إذا أنت كنت بدك تقول أنه أنا ضد كثرة معاهد تحفيظ القرآن، فنحن اليوم صرنا عم ناخذ دور الإقصائيين، أنه يا أخي ما بدنا. بس خليني أكمل فكرتي. اليوم الدين شيء إيجابي، اليوم الرجل
الملتزم دينيا، هذا شيء إيجابي ليست شتيمة بكل الأحوال تماما. لكن أنت حكيت ببداية حديثك شيء كتير مهم، قلت الانتماء شيء والتطرف شيء ثاني. يمكن التطرف هي المرحلة الأكثر من التعصب، والانتماء حق الإنسان يعني أن ينتمي تماما. لتبنى المساجد يا خيي وليكون في معاهد تحفيظ قرآن يلي بده اليوم طبعا اليوم جامعات اليوم سورية هي من أقدم وأعرق الجامعات، هذا الكلام يوثق تاريخيا يعني ما هو شيء جديد. اليوم في سوريا الشيء الإيجابي فيها يا أخي، أنت اليوم عندك المسجد، عندك الجامع، وعندك طبعا حاشا أن يتم التشبيه، لكن اليوم أنت عندك المسجد وعندك النايت كلاب وعندك الكنيسة وعندك أنت روح وين ما بدك تماما. يعني اليوم أنه أنا أعمل سياسة بيجي باخذ أنا دور الإقصائي اليوم أنه أنا لا ما بدي ابني مساجد أو ما بدي افتح مطاعم أو إلى ما هنالك، هذا الكلام بال2013 ما عاد يركز. اليوم نحن نعول على التربية المنزلية بالتشارك مع الدولة. كمان أنا ضد النظرة الأبوية للدولة أنه أنا كل شيء بعلقه على الدولة. اليوم في شيء اسمه تشاركي، الدولة أخطأت تماما، وهي الدولة بتخاف من كل شيء جديد، كل شيء جديد عندها معه فوبيا الشيء الجديد. يعني أنا بوافقك عزيزتي بهذا الكلام، الدولة اليوم كل شيء جديد عندها فيه فوبيا، ابتداء من بعض الخطوات الاقتصادية انتهاء بهي الأمور. إذا اليوم مع أنه نكون نحن في تحصين للمنزل الداخلي تماما، بناء هذا الجيل الجديد. يعني أنا اليوم ببني جيل يتقبل الطرف الآخر، يتقبل الطرف الآخر بكل النواحي. يعني أنا اليوم برجع بقول أنه هذا الكلام هو له إسقاطات سياسية وهو وسيلة وليس هدف. يعني أنا اليوم لازم ربي الجيل، لازم ربي ابني وأخي وإلى ما هنالك، أنه في آخر، في آخر بيحب النظام أو ما بيحبه، هي مشكلته، ما عندي مشكلة. سيدنا محمد صلى الله على آله وسلم ما كل العالم حبته تمام، فأنا اليوم بدي أتقبل أنه في طرف آخر يا أخي ما بيحب النظام، حريص طفل ما يحب النظام، في طرف آخر ينتمي لمعتقد ديني مختلف كمان، هذا ما عندي فيه مشكلة، في طرف آخر منقب محجب سفور، ما كتير عندي مشكلة بهذا الكلام. لكن كما قلت أنت، أنا عندي مشكلة لما يحمل سلاح ويقتلني، لما يتحول الفكر الى تسلح. هذا ما عاد متدين، صار ظلامي تكفيري اقصائي تجب محاربته تمام. وهذا الاقصائي التكفيري الالغائي، خليني انا بحب احكي الاشياء بمسمياتها، ان شاء الله ما تنقطع الكهرباء هلا على الحديث. اليوم يقال بعض المناطق اللي تستطيب المعارضه بتسميتها مناطق محرره، قرقة مثلا، يقال انه المسيطر عليها هم من الجماعات التي تنتمي لأهل السنة. طب ما يخيه هنيك اللي عم يعانوا من الممارسات هن أهل السنة. يعني برقة حالات الاعتقال لعدم اللباس الشرعي، طبعا وهذا كلام موثق عبر تنسيقيات، صبية محجبة ولابسة حلو يعني بني وكذا وهيك، أنه اعتقلت لأنه ما أنا لابسة اللباس الشرعي، الجلد لأنه بدخن سيجارة. طب ما هدول الأشخاص عم يعانوا من ظلم هؤلاء، معناتها هؤلاء اليوم يثبتون والتاريخ يثبت هؤلاء ليسوا يتبعون لطائفة ولا ينتمون لطائفة. أكرر، هؤلاء ظلاميون تكفيريون إقصائيون يجب محاربتهم، وهم دخلاء أصلا على المجتمع السوري. نعم، سأعود لحضراتكم لكن بعد أن نتابع التقرير الذي عده صديقنا أدونيس عصام شدود عن الموضوع الذي نتحدث عنه، وبعده سنعود إلى البارانويا اللي هو الشعور بالارتياب والخوف من شيء معين، سنناقش أيضا بعد أن نتابع التقرير. فسيفساء الوطن، النسيج الاجتماعي، العيش والتعايش المشترك وغيرها من المصطلحات التي تتبادر إلى الأذهان لتبرير المواقف أحيانا عند الحديث عن الطائفية أو المناطقية، كتطبيق للمثل القائل يختبئ وراء إصبعه. عرف مفهوم الطائفية على أنه انتماء لطائفة معينة دينية أو اجتماعية ولكن ليست عرقية، فمن الممكن أن يجتمع عدد من القوميات في طائفة واحدة بخلاف أوطانهم أو لغاتهم. ثم مزج هذا المفهوم ذات المكون العددي مع مفاهيم أخرى ذات مضمون فكري أو فلسفي أو عرقي أو مذهبي، فتحول ليستخدم بديلا لمفاهيم كالملة والعرق والدين التي كانت سائدة قبل ذلك، حيث أصبحت الطائفية مذهبا وأيديولوجيات وهوية حلت محل غيرها من الهويات وكذلك الانتماءات الأعلى، بل وبدأت تتعالى عليها وقد تبدي في الكثير من الأحيان الاستعداد لتتقاطع معها وتأخذ موقعها. هناك اتفاق بين أغلب الدول على أن يحق لكل البشر الانتماء والتصريح بالانتماء لأي دين أو اعتقاد أو طائفة، بشرط أن تكون أفكار أي شخص لا تحض على الأذى أو الإجرام بحق الآخرين.
حتى أن معجم الأكسفورد يعرف الإنسان الطائفي بأنه الشخص الذي يتبع بشكل متعنت طائفة معينة، وبمعنى آخر يتعصب بشكل أعمى لطائفته. الظروف والأحداث وتبعاتهما تفاصيل كثيرة وممارسات عديدة جعلت مفهوم المناطقية يظهر بشكل أوسع ويزاحم الطائفية أيضا، حيث تحول الانتماء للمنطقة التي عاش فيها المرء وكون فيها علاقاته إلى حالة سياسية، وأصبحت المناطقية إحدى وسائل إقصاء الآخرين من الحقوق السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية. اليوم وفي سوريا التي تعد فيها الطائفية الاجتماعية منحسرة مقارنة بالطائفية السياسية، وفي مجتمع كالمجتمع السوري ثلثي تعداده من الجيل الشاب، يطرح السؤال كيف ينظر الشباب السوري لمفهومي الطائفية والمناطقية، وكيف يتم برأيهم تفادي مطبات هذين المفهومين. لبرنامج أجندة حوار، أدونيس عصام شدود. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نتحدث عن الشعور بالارتياب من الآن الذي بدأ يتولد في مجتمعنا للأسف من الانتماء لطائفة معينة. أحيانا يكون المواطن بسيط بريء، ما عنده لا شعور ولا طموح لا سياسي ولا اقتصادي ولا غيره، يروح بطريقه بيجي طريقه، لكنه يستهدف على هويته لأنه منتمي لطائفة معينة أو منتمي لعشيرة معينة أو منتمي لمنطقة معينة. فعند ذلك يستهدف الإنسان على انتمائه فقط البريء الذي ليس له دخل فيه، يعني ولد على الفطرة هو ذلك، هو من الأب الفلاني والأم الفلانية أو هو من المنطقة الفلانية، لماذا يتدخل البعض لتغيير فطرة الله؟ أهلا بكم مشاهدينا. بس أعود عند أبو أيهم. أبو أيهم، شو وصلت لنا هلأ؟ والله رسمت هلأ رسمة، جت فكرة يعني تغييب الطوائف أو تكتير. هي يعني هي إسقاط لعازف بيانو، يعني إزرال البيانو مثل الطوائف الموجودة. بس فيك شوي بس تفتل الستاند. نعم. بعد إذنك أبو أيهم. أيوة هيك تمام شوي. أي طيب، يعني شبهت بلدنا حلو، نحن حلو، عشنا حلو فيه، واليوم تكركب. اليوم إذا غيبنا بعض الطوائف وما اجتمعت كلياتها ما بيطلع لحن حلو. إذا قمنا من البيانو عدة أزرار كطوائف ما اجتمعت كلياتها سوا ما بيطلع أي عازف. هلا هذا العازف مكاتف الإيدي مستحيل يطالع لحن. نحن اليوم إذا كل شيء موجود نتفق على حوار، على شيء اسمه شو إلك وشو إلي، شو لهالبلد، شو لهالمواطن، ما تشتت الأحزاب لما تشتت الطوائف لما كلياتها. اليوم فرضا بيمثل، معلش باحترامي لو كلمة إلي، أنا شبهت بلدنا لو كلمة إلي يعني بناية، سوريا كلياتها بناية. مع احترامي لسيادة الرئيس فرضا هو رئيس هالبناية، إذا كل شخص بهالبناية يوم دهن هذا أخضر وهذا أحمر خربطوا هالبناية، يوم هذا بده يقص من هون وهذا بده يقيم البناية، طيب هذا بده يتوسع وهذا بده يتوسع يهدم إذا تشوهت البناية، تشوه البناية. إذا معلش باحترامي لي لك وللحاضرين، أنا زلمة بدي قيم شخص ببنايتي، طلعت أنا أولادي فزعة ورحنا بدنا نقيم لهالشخص، أكلت قتلة أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، بالأخير بدي لاقي حل لشؤون هالبناية. إذا الوطن كبناية فيها الطوائف كلياتها، كل طابق في طائفة وفي نحن ما بنقدر نحل. هلا هذا اليوم عم بيأثر في كثير ناس بهالبناية، ما دخلهم بهالصراع بين هاد وهاد. مع احترامي للكل، هلا في ناس راحوا بين الإجرين، في كثير ناس هلا الطفر اللي وصلانين له بالبلد راح بين انه والله هذا فلان وهذا فلان. لا، نحن اليوم لازم يعني نمشي بخطى انه نحل مشاكلنا. هالبناية كلياتها هي عبارة عن كل طوائف عاشي، وهي مسؤولية الجميع. ايوه يعني هلا اول طابق اذا بده يهد عضاضه والثاني بالاخير بدها تفقس البنايه. اذا نحن كلياتها بتنحل بحوار.
أنا والله ما بصير ساوي هيك، ما بصير ساوي. اللي عندك واللي عندي واللي من ساوية بشكل لا. إنه هالبناية حلوة وما بيتدخل حدا فيها. إذا بدي أنا والله أمنع هذا من ربطة خبز، صارت ربطة خبز فرضا ب 300 ليرة بأحد المناطق، وأمنع فلان من يروح على شغله، ترك شغله، دمرت معمله، قطعت له فيش الكهرباء، صفية هالبيت بلا كهرباء، وهذا البيت بلا مونة ياكلوها، بلا هي المصيبة. يعني هي هذا أساس المجتمع اللي فينا، يعني بسوريا اللي صاير فينا، يعني عم يشوفه بالشارع، بالسوق، بالحياة الطبيعية. للأسف أنه في بعض مناطقنا العربية أحيانا تأنف وتقرف أنه في عدة تنوع طائفي، بينما مثلا في أوروبا وحتى في أمريكا أنه تفخر مثلا عدها 10-15 واحد من القومية أو الطائفة اللي صار لها مثلا من دثرة، يعني آيلة للسقوط أو آيلة للانقراض، فتفخر أنه تعملون متحف، تعملون مكان يزورون الناس وكذا. أما نحن فمثل ما حكى أبو أيهم، يعني يحاول أحدنا أن يقصي الآخر، لكن البلد لا يمكن أن يقوم إلا على تركيبته وعناصره الأساسية. يعني كيف يمكن أن نرى سوريا من غير الفلان الفلاني، أو من غير الطائفة الفلانية، أو من غير العرق الفلاني؟ لن تكون هناك سوريا بالطريقة التي نراها الآن، لأنه هذا التكوين رباني. يعني إذا بده واحد يجي والله يتدخل بالإرادة الربانية ويقصي كل العالم ويحكم عليهم بالإعدام، ما لا أنت لا أنت موسى ولا أنا فرعون. يعني ما إذا بدك تقيسها بأنه والله جماعة الخير وجماعة الشر، ولا أحد يمتلك وكالة حصرية عن رب العالمين أنه هو الذي يقيم الناس، هذول النار وهذول الجنة. لذلك أنا أعود هنا الآن، للأسف في بعض مناطقنا العربية، وأنا شهدت ذلك يعني شخصيا، أنه بعض الشباب أصبح يغيروا أسماءهم التاريخية حتى لا يتعرضوا لأذى. بمعنى اللي اسمه عمر صار يسمي حاله اسم ثاني، اللي اسمه عثمان يسمي اسمه اسم ثاني، أبو بكر، اللي اسمه علي، اللي اسمه حسن، اللي اسمه حسين، اللي اسمه جورج، اللي اسمه طيب شو كلياتنا راح نسمي حالنا اكس مان مثلا، شو راح نسمي حالنا؟ يعني لماذا يتعرض الناس إلى أذى بشيء هم ما لهم دخل فيه؟ يعني وهنا تكمن حقيقة المشكلة، أنه عم يصير حيف وجور على الناس الأبرياء من غير أن يكون لهم أي ذنب سوى أنهم انتموا بطريقة فطرية إلى طائفة أو إلى مكان معين أو تسموا باسم معين. للأسف وصلنا إلى هذا الحال غنون. المشكلة هي أنه السلفي بيعتبر حاله أنه هو عم يدافع عن الله، مو انه هو مؤمن بالله، لا هو عم يدافع عن الله والله بحاجه لحمايته. يعني عنده وكاله حصريه. تماما، عنده وكاله حصريه. هلا المساله باوروبا، طبعا مو بس السلفي، احنا حتى نكون المشكله انه كل طائفي باي مكان، كل متعصب ومتطرف يعتقد بانه هو بكل الطوائف المتطرفين، يعني هو يعني يحتكر يعني حاشا لله يحتكر يعني المكان الالهي او التمثيل الالهي. تمام. اذا جاز التعبير، هو لو كان الله ما بده هدول يكونوا موجودين ما كان خلقهم. ما كان خلقهم. تماما تماما. فالفكره انه ما نحن خلقنا لنكون موجودين بهي التركيبه بسوريا تحديدا، انه سوريا حلوه بتنوع. باوروبا حلوا المشكله بالعلمانيه، وبتصور عنا هون بسوريا العلمانيه هي الحل لحتى نقدر نحن نكون يعني ثقافة قبول الآخر. العلمانية موجودة بسوريا لكنها لم تسعف سوريا في لحظة حرجة. كان هناك تدخل مثل النار بالهشيم، شفنا فجأة يوم وليلة اشتعلت في بلادنا. للأسف طبعا مو فقط بسوريا، سوريا هي جزء من هالبحر اللي عم نغوص فيه جميعا. هناك يعني تدمير ممنهج طائفي وتدمير منهج لفكر الناس جميعا. وليست المشكله والله انه انا بدي اقصيك انت عن الحكم، حكينا القصه، انا مو القصه والله انه بس لانه ما بدي اياك تشاركيني بالحكم فعم اقصيك طائفيا، لا هي القصه. هناك قصه لتغيير ديموغرافيه تماما، تفريغ بلد معين من كل سكانه غير من غير الطائفه الفلانيه، وبالتالي عم يصير هناك نوع من الاباده الجماعيه. يعني هذا هناك اباده انسانيه تتعرض لها بعض البلدان باسم الطائفيه. هلا هون المشكله هي انه نحن ما اشتغلنا على موضوع ثقافه قبول الاخر وثقافه العلمانيه، انه ما عندي مشكله هذا الشخص شو ما كان انتمائه أنا بقبله طالما هو كمان ثقافة المواطن. حكيت عنها قبل شوي أنه الموضوع الأساسي أنه أنا ما بشتغل على، ما بقول أنه والله بنمي موضوع هلا هن في ناس بتحرض، ونحن لأنه عنا جهل بثقافة، يعني ما كثير حس المواطنة قوي وما في ثقافة علمانية
الهوية عنا، لهيك ظهرت هذا الموضوع. مجرد ما صار شوية تحريض ظهرت المشكلة بشكل كبير يعني. المسألة الأساسية أن الحل بالعلمانية. بتصور أيضا هناك يقول لك بأنه الدين هو تخصص، بخاصة من يدعو إلى الدين، مثل اختصاص الطب والهندسة والإعلام والعلوم والفنون الأخرى، هي تخصصات. الدعوة في الدين وليس الانتماء للدين أو الإيمان بالدين، الدعوة إلى الدين تحتاج إلى تخصص. ولذلك أنشئت هناك كليات الشريعة وجامعات العلم والفقه والعلوم المختلفة الإسلامية وغير الإسلامية، علوم اللاهوت أو العلوم الإسلامية الأخرى. كل الدول حتى تكون مؤسسية فعلا يجب أن تنشئ مثل هكذا تخصصات في بنيتها العلمية. نحن سوريا كمان فيها هيك، لكن المشكلة يقول لك بأنه أخفقت هذه المؤسسات ربما إلى حد كبير في أن تكون حلقة وصل بين الدولة وبين المواطن وبين الإنسان وبين الله. يعني هون المشكلة، أنه حينما نخفق نحن في أن نجعل هذا الشاب يتعلم العلم الشرعي الصحيح والاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح في الإسلام وفي غير الإسلام، فإنه سيلجأ إلى كل دعاة التطرف الموجودين في المنطقة ويأخذ عنهم. يعني على سبيل المثال، أنا قبل كم يوم عم أقرأ فتوى لأحد الجماعات، أحد قادة الجماعات الإسلامية المتطرفة في مصر، يفتي لأهل سوريا بقتل كل مؤيد. ليش؟ لأنه هذا يعني يقول له، هو يفسر في الفتوى ويفصل فيها، إذا كان هذا المؤيد حمل السلاح هذا قتله بسرعة يعني فورا، أما إذا كان هذا المؤيد لنظام الحكم أو هو منخرط في أي عمل من أعمال الحكومة، يعني إذا أنت موظف أو أنا موظف إحنا بهالفتوى رايحين، يقول لك فهذا يعتبر كافر مرتد، لأنه ما حمل السلاح ضد، وهذا واجب شرعي حمل السلاح ضد الدولة، وهو جهاد وهو فرض عين وهكذا. فالمشكلة إحنا إذا ما حصلنا الشاب اللي عندنا والمواطن عندنا راح يكون عرضة لهذا المد. تفضلي. بدي نوه لفكرة، العلمانية ما بتعني أنه نلغي الأديان وأنه ما يكون في مؤسسات دينية أو هيك. العلمانية أنه نأرجيك يعني يكون في عنا شفافية بطرح الدين، يكون عندنا مؤسسات يعني تعطي دين. بس بدي أوقف عند النقطة، يعني شلون شفافية بطرح الدين؟ ما لازم يكون، ما في لا كنيسة ولا مسجد، مو هيك العلمانية. بأوروبا الرئيس لازم يكون مثلا مسيحي، يعني معناته ما له الدين من وجود. لكن إنه كانوا يتحدثوا عن فصل الدين عن الدولة، أن لا تتدخل الكنيسة في الحكم ولا يتدخل الجامع في الحكم، هكذا ربما يعني المعنى المبسط لموضوع العلمانية. عندنا بسوريا ما في اضطراب، يعني انه هن اللي بيقرروا، رجال الدين هن اللي بيقرروا سياسة الدولة. وعندنا المؤسسات، المشكلة اللي موجودة في عندنا مؤسسات دينية جميع الأديان، مشكلة انه عم تكون هي بس عم يعني فئة من الناس عم يدرسوا الفكر نفسه تبعهم، ما عندنا انه ثقافة الأديان او التفكير الديني، ما عندنا اياها. هي المشكلة. المشكلة لأنه كان في تضييق على الثقافة الدينية. طيب ألا تلاحظي بأنه الكل كان يمارس طقوسه في سوريا بما يعتقد من غير مواربة ومن غير أن يكون حدا يضيق عليه حريته؟ كان في تضييق على الحريات الدينية؟ لا أكيد، قصدي أنه الفئة نفسها اللي منتمية لهذا الدين عم تدرس دينها، بس ما عم تاخذ ثقافه لبقيه الاديان ولذلك نحن نتحدث هنا انه اذا لم يكن هناك تضييق على الحريات الدينيه، لماذا تلجا يعني نخبه من الناس باسم طائفه معينه او باسم دين معينه الى حمل السلاح للمطالبه بحقوقها؟ هذا كمان سؤال. اذا كان هو شيء يعني ما بعرف، ما في شيء يعني متوازن بالمعادله، انه انا اعطيك حريه، طيب ليش تروح تحمل السلاح حتى تطالب بشيء موجود اصلا؟ وقت يشوف فكره بس. أيوة. هذا عم يدرس فكره ويشوف بس فكر يلي هو منتمي له، تجي القنوات يلي هي مخصصه لضخ ما شاء الله، وهي بالعشرات ساعات كل وحده تحكي باسم طائفه، تمام، والطوائف منها بريئه، تمام. أيوة. هو رح يشوف ارجيه افكار سلبيه عن الطوائف الثانيه، رح يصير عداوه بيناتهم من دون ما يكون. ايوه دكتور، شو رايك؟
يعني هناك أيضا شيء آخر يجب أن نضيفه كمحور في حديثنا، أنه الإهمال المناطقي، التمييز ضد المجتمعات في بعض المناطق المعينة، والمساهمة في أن تكون أكثر جهلا، أكثر فقرا، أكثر تخلفا، ما توصلها الخدمات، تجعل هناك ليس فقط تغيير في ديموغرافية تلك المناطق وبخاصة الأرياف، وتجعل منها هناك تشجع الهجرة إلى المدينة أو السفر في خارج إلى خارج البلد. موضوع حتى الخدمة العسكرية أحيانا الناس تهرب منها برا لحتى يضبط أموره ويشتغل ويعيل هالعيلة وكذا وما يروح يعني في عدة عوامل يقول لك أنه ساهمت في موضوع الإهمال الاجتماعي لبعض المناطق، مما جعل هناك مناطق تسمن، يعني أقصد من السمنة أن المناطق تكون أكثر ثراء، أكثر استقرارا، راحة، أكثر تطورا من مناطق أخرى على حساب مناطق أخرى هي لها نفس الحقوق والواجبات في الوطن الواحد. هذا السبب تعتقد أنه ممكن طبعا يؤدي إلى أن يكون هناك موضوع يقود إلى الطائفية، الإهمال الاجتماعي، الفقر، عدم تأمين الخدمات، دفع فئة من الناس إلى أنه حمل السلاح بسبب وجود طرف ثاني يقدم لها المال وقدم لها السلاح. يعني بالبيئة الريفية الفقيرة لاقت طرف يمولها، فكان الشخص منهم ما عنده راتب، مش موظف، بيشتغل بالأرض، عنده حوالي 20 ولد، عنده 4 نسوان، ما أنه قادر يقوم ممكن فيه. عنده 4 نسوان، في ناس ما عندهم ولا واحدة لحد الآن كمان ممكن أي. فلاقوا طرف يمولهم بالمال، وبعدين يمكن خلال فترات أول شيء يمولهم بالمال بحجة أنه هو عم يدعمهم، بحجة بناء مدارس دينية أو شيء دخل بهذا المجتمع، وبعدين وجههم أنه يحملوا سلاح بسبب الحاجة المادية وبسبب الإهمال من الدولة، عدم وجود خدمات، عدم وجود وظائف. طيب الدولة أيضا مسؤولة عن الشخص أنه هو ما بده يتعلم، هو ما بده يطور حاله، ما كمان يعني ربنا أحد مشاكل التعاني منها يعني سوريا هي الانفجار يعني الديموغرافي في ملاكبها، ما كله من رزقه، وقال أنه اسعوا يعني يا عبدي وعينك. ما أحد المشاكل اللي منعاني منها بسوريا هو الانفجار الديموغرافي الهائل. يعني ممكن خلال كام سنة كمان نصير عدد سكان سوريا ب30 و40 مليون، وهذا شيء بيخلق أنه أنت ما عاد قادر لا تأمن فرص عمل، لا تأمن جامعات، يعني لازم نحل هاي المشكلة. هي أحد مشاكل المجتمع السوري حاليا، الانفجار الديموغرافي وكمان العشوائيات اللي كمان قوت كتير من الناس المتطرفين، سواء متطرفين اجتماعيا ولا متطرفين دينيا. يعني في أشخاص متطرفين اجتماعيا يعني ما بيتبعوا أي دين أو مذهب معين، ولكن بيقوموا على السرقة، وهني موجودين بالمناطق العشوائية. يعني السكان بس أحكي لك أنه اللي بينشغل بالسياسة الآن ينقطع من الخلفة. أستاذ ثائر، أيضا الآن دخلنا في محور جديد، موضوع المناطقية. هناك تمييز ضد مثل ما في اعتزاز أنه حدا ينتمي إلى منطقة معينة أو إلى طائفة معينة أو على عشيرة معينة أو اسم عائلة معينة، أصبح هناك تمييز ضد هذه المناطق أو بعض المناطق على حساب أخرى، وبالتالي هذه المناطق مثلا اللي عم نذكرها الآن ربما تتعرض إلى ضرر ليس فقط اقتصادي ومادي، وإنما ضرر اجتماعي وحتى مخاوف أمنية ضدهم. يعني اليوم أصبح بعض الناس يستهدفون على هوية منطقته، من وين هو، أو ربما يكرم على هوية منطقته، بالتالي صار هناك تمييز اجتماعي مناطقي، وربما يثير الشكوك على حواجز التفتيش كمان من منطقته. في سيارات تتوقف، يعني أنا إذا جاي من منطقة بالريف، هويتي بريف، توقف على الحاجز فتش بشكل غير مختلف إذا أنا جاي من منطقة بالمدينة. بدي أعلق على نقطة موضوع قبول الآخر بسوريا. قبول الآخر دينيا هذا موضوع موجود، يعني بس أعلق عزيزتي على هاي النقطة، هذا الكلام موجود ومثق والتاريخ يشهد. اليوم بسوريا من سنين، يعني من أكثر من مئات السنين وإلى الآن، موضوع قبول الطرف الآخر دينيا موجود. اليهود في سوريا كانوا موجودين إلى ما قبل أقل من 20 سنة، وإلى الآن هنالك ممتلكات وبيوت بباب شرقي مثلا إلى الآن هي باسم يهود وما حدا بيقرب عليها. تقبل الآخر دينيا بسوريا وطائفيا موجود، وهذا الكلام نستدل عنه بالسكن والحالات الزواج وإلى ما هنالك. سياسيا ما نو موجود هذا الكلام، يعني نحن اليوم
متعودين نتقبل الآخر دينيا، لكننا ما لنا متعودين نتقبل الآخر سياسيا أصلا. ما بنعرف أنه في آخر سياسيا، يعني نحن اليوم من هلا من كم سنتين أنه عرفنا أنه العمى في حدا آخر تاني سياسيا تمام. يعني بالأول ما لنا متعودين أن يكون في حدا سياسي آخر، هي بس بين قوسين. لكن هو جوهر كل الصراع هذا الذي يجري هو سياسي، يعني هو سياسي وإسقاطاته سياسية. أنا برد بقول لك اليوم ليس الهدف إشعال اقتتال طائفي بسوريا، هو وسيلة إضعاف الدولة، هو وسيلة تدمير هذا البلد. كان بالسابق ببداية الأحداث ورقة ضغط لي على نظام الحكم في سوريا، هو بالنتيجة وسيلة وليس هدف. أنا اليوم ما بشوف الوضع سوداوي بدرجة كبيرة نتيجة، يعني اليوم من مشاهداتنا واحتكاكنا بأشخاص، في هلا عدد من اللي عم يسمعونا بيعرفوا عن شو عم نحكي اليوم. اليوم هنالك عقلاء من الطرفين، هنالك معارضين عقلاء، طبعا شيني من المعارض الموظف، نحن عم نحكي على المعارض فكريا. هنالك من أصدقائنا المعارضين فكريا هم عقلاء، يعرفون أن اليوم الاقتتال الطائفي لا يوجد طائفة اليوم استطاعت أن تمحو ذكر طائفة ولم يوفر أحد، يعني كمان كيف؟ كما بالمقابل الاقتتال الطائفي لا سمح الله إذا وقع لن يوفر أحد. وعلى مدى التاريخ لم تمحو طائفة ذكر طائفة أخرى. هذا الكلام هو هدر لاستنزاف للحكومة، استنزاف لدماء السوريين، استنزاف للبلد. البلد بالنتيجة هي ليست للموالي ولا للمعارض، البلد هي للسوريين. معناتها اليوم الاقتتال الطائفي يهدف إلى، هو وسيلة لتحقيق عدة أهداف. بالنسبة للموضوع المناطقي، طبعا انعكاسات الأحداث في سوريا أدت اليوم إلى أنه أنا اليوم بنظر لك حسب المنطقة. يعني أنت اليوم ساكن بمنطقة معينة معناتها أنت موالي حتما، طبعا أنت ساكن بمنطقة أخرى بالريف أنت معناتها معارض حتما. هذا الكلام إسقاطاته خطيرة، وبرد برجع بقول لك هذا أحدث شرخ بالمجتمع، وهذا هو العملية الأصعب بعد انتهاء العمليات العسكرية، أنك أنت ترد تقنعه أنه يا أخي أنا اليوم ساكن بهذا المكان بس أنا ماني متطرف لا دينيا ولا سياسيا ولا فكريا، وأنا بتقبل الطرف الآخر. حالة الخوف يلي أنت حكيت عليها هي حالة أصبحت منتشرة كثيرا. اليوم الموالي ممكن يخاف من المعارض، ممكن شخص يخاف يروح على منطقة تانية. أغلب المناطق اللي هي كانت يلي فيك تشهد فيها أنت التطرف الديني تماما والذي يؤدي إلى الذبح والقتل والاعتقال، هي المناطق اللي بتسيطر عليها المعارضة المسلحة في سوريا. يعني هنالك عدد من المناطق فعلا أنت بتحتاج لتغيير اسمك، تحتاج لتغيير هويتك لحتى أنت تدخل لهذه المناطق أو تغير شكلك أحيانا وزيك أحيانا، حتى أحيانا الزي يفرق من مكان إلى مكان. يعني بس مبدئيا الاسم هذا شعار للانتماء لمكان، يعني عندك اربع خمس اسماء هن بيشكلوا لك الامان للدخول لهي المناطق. أيوة. هي الماستر كود. ايه هن في اربع خمس اسماء بيكونوا عندك، يعني اليوم انت انه بيكونوا اخف وطأة لانك انت تفوت. يا سيدي للاسف يعني انا شهدت مثلا بعض الاعمال يعني اليوم الطائفي اللي صارت في العراق. اتفضل. لا لا خلص مرة. يعني كان يضطر الشاب العراقي أن يحفظ كل أسماء مثلا والرموز التي لها تأثير عند الطرف الآخر، فيرجع إلى حفظ الآيات أو حفظ التاريخ تماما. يعني صارت ثقافة تاريخية، لكن كانت بالطريقة السلبية. يعني أنا أذكر أنه كان أحد الأقرباء يحفظ بعض الأسماء وهو يبكي، لأنه مثل الامتحان هو طفل صغير، بس أهله يحكوا له أنه احفظها مشان إذا سألوك على الحاجز او على الحاجز الوهمي انه تذكرها مشان يعرفوا انت من طائفتهم مشان ما تقتل. يعني انظر وين وصل الحال للاسف، يعني في بعض مجتمعات، وهذه المجتمعات يفترض ان تكون مسلمه مسالمه، مجتمعات متعايشه. يعني ليش وصل الحال فينا ان نصير نروع الاطفال والنساء والشباب بهذا الطريق؟ هو التطرف. يعني كلياتنا بنذكر الفيديو يلي ظهر وتم تداوله بكثره يلي هو بالذبح جيناكم، تمام. هذا الفيديو موجود على اليوتيوب، هو عم يحكي عن طوائف معينه وبالاسم، وطفل صغير وحاملينه على الكتاف وماسك سكينه بالذبح جيناكم. طب اذا هذا عمره 6 سنين ماسك سكينه، يعني هذا بال 17 18 ما شاء الله شو بده يمسك؟ يعني أيوة. بدها تتطور وهنا يعني اي ممارسه من اي طرف كان، سواء كان موالي او معارض، كمان الطرف الاخر انتشر فيديو ممارسة خاطئة الهدف منها الإبادة أو القتل بالتأكيد هي مرفوضة. طب خلينا كمان نكون لا يمكن يعني تبريرها بأي بس نكون يعني نكون نحن اليوم منطقين. بنفس الحالة انتشر فيديو آخر، طبعا لا يوازن بين الفيديوهين، لكن فيديو آخر صار معروف بيعرفوه أنا وياك فرقة رابعة، كمان هو طفل عم يغني تماما باستهدافات معينة هي ليست طائفية، هي مناطقية كانت عم تحكي، تمام. كمان هي ثقافة خطرة على أولادنا. أيوة. ولذلك يعني نحن هنا بالضبط، يعني هذا اللي نريد، يعني نريد أن ننظف المجتمع من الحالتين،
طبعا هي ثقافة خطرة علينا على أولادنا على جيلنا القادم. اليوم أنا ما فيني أعلم ابني على قتل الطرف الآخر ولا على رفض يعني بأدنى المستويات الخطأ أنا أعلمه على رفض الطرف الآخر. أنا يعني طبعا بالتأكيد إحنا مع حضراتكم مستمرين، لكن وصلنا للجزء الأخير. كل واحد من حضراتكم راح أعطيه ورقة بيضاء راح يدون فيها يعني وجهة نظره كسوري كمواطن في هذا البلد، بغض النظر عن الانتماء الطائفي عنده، كيف ينظر إلى معالجة موضوع الطائفية والمناطقية الذي للأسف بدأ يعني تظهر ملامحه في بعض المناطق. راح تسجلون يعني أنت انتماءك لوطنك، ما الذي يحتم عليك أن تنظر الآخرين بتجرد كمواطن تشعر أنك معك هوية سورية جواز سوري؟ كيف تنظر كحقك وواجبك في وطنك إزاء أخوك السوري الآخر بغض النظر عن أن يكون هو معارض أو موالي؟ سأعود مع حضراتكم لأسمع وجهات نظركم بعد أن نتابع أدونيس ماذا عد لنا أيضا من استطلاع لشريحة من الشارع السوري لتدلي برأيها معنا. الأحداث اللي عم تصير بسوريا، هل أخذت المنحة الطائفي ولا لا؟ هلا الحقيقة يعني لا، نحن شعبنا الطائفية يعني ما أنا معهودة عن شعبنا، بس الطائفية إجت من برا من الأجنبي من الغريب اللي إجا على داخل سوريا اللي هو محمل بفكر طائفي حاول إنه ينشره لهون بسوريا، لكن بظن إنه فشل. أحداث أخذت بسوريا منحة طائفي من قبل المعارضة بس، أما من قبل الجانب الدولي ومؤيدي الدولة بالتأكيد ما أخذت منحة طائفي. أكيد للأسف يعني. لا، لو اخذت منحه طائفه ما بتشوف هالمناظر اللي شايفها هلا. شو المناظر؟ يعني العالم مع بعضها. انتم شايفين الاحداث بسوريا اخذت منحه طائفي ولا لا؟ ما بدنا نجاوب. لا، نحن من يوم من عايشين بسوريا كلياتنا شعب واحد يعني ما اخذت بنوب. هلا برايي الشخصي اخذت منحه طائفيه. من اللي عم نشوف اللي حوالينا، عم نشوف المنطقه اللي عايشين فيها. صارت انقسامات يعني. انقسموا العالم يعني خصوصا بالمحافظات اللي فيها مختلف الطوائف، انقسموا العالم يعني. صارت حتى اللي كانوا عالم باخذين من بعض وعايشين مع بعض تلاقي اختلفوا يعني، حتى الرفقات بين بعضهم اختلفوا. بعد لا لسه ما يعني ما وصلنا لهالمرحلة وان شاء الله ما بنوصل. لا يعني ما بعرف، ما بظن. اكيد اخذت منحة طائف. اي بس يعني كثير اشياء لعبت دول. اي حسب ما نسمع الاخبار انه اخذت. لا، المنطقة اللي أنا عايشة فيها لا، بس بشكل عام يعني بنسمع إنه الخطف وهيك بس. والله ما عندي فكرة. شعب أوعى من إنه يكون في بعد طائفي، لأنه في حالة فسفسائية موجودة بسوريا مستحيل تكون موجودة بأي دولة أخرى. لا، ما أخذت منحة طائفة ولا حتاخذ بإذن الله. أهلا مشاهدينا من جديد. طبعا كلمة فسيفساء يا ريت لو نبحث عن كلمة يعني أكثر منها، لأنه صارت كثير استهلكت. راح أعود مع حضراتكم كل واحد لا يدلي بوجهة نظره. أبلش من عند الأستاذ أدهم، شو رسمت لنا رسمة عندك أو شو عندك شغلة نختم فيها معك؟ والله أنا في هي الرسمة يعني اليوم صار معي شوي مشكلة. إيه؟ زلت على شخص توفى أفا هاوين، هو مخلوقة قاعدة ببيتها، إجا الهاوين على نص بيتها وانقتلت، وهي لا ذنب لها يعني قاعدة عند بيت أهلها وإجت القذيفة وقتلتها. أنا أتمنى يعني لو يعني هلا المواطن السوري صفي على الأرض، نحن عم نحكيها. شو ما تقولها اشرح لنا إياها بالله أبو أيهم. المواطن السوري صفي على الأرض، خوفه من شو؟ من كل شيء صفي. هون هدول حطيت بلطجيه فرضا، خطف او هون المصيبه، الهاوين مصيبه، القناص بيته عم يحترق، والمصيبه الاكبر من هاد هالشخص هاد هو التاجر السوري، بعض التجار السوريين يلي ما في رحمه الا. بس شو شايل مسبحه ولا دولارات كمان؟ هذا هي المسبحه كل الطوائف وكل يعني يفكروا انه حاططها. لا هو بس بيعطيك شيء، بس هو المقابل
يعني عم يضحك على الناس بس يستغلهم. لليوم ما عاد في رحمه باي شيء، وهذا يعني حطيته معلش لو هي خارجه عن شغله الطائفيه، بس اليوم المواطن انه الكل صفي كل عام يحارب صفي بقوقعه صعبه عليه. والله يكون لك يا ابو عبدو، ما هيك؟ طيب راح اختم مع حضراتكم كل واحد بما تبقى من الوقت. تفضلي غنوة، وجهة نظرك للحل انت كمواطنة سورية، كيف نتجنب موضوع الطائفية؟ العلمانية هي الحل، الحل الوحيد للأزمة، انه نعلم الناس انه سوريا هي وطن لكل السوريين دون استثناء، بغض النظر عن انت من وين ولا شو طائفتك، بغض النظر عن كل هذا الشيء، العلمانية هي الحل. العلمانية المؤمنة، ليست الملحدة أو الكافرة. لا لا لا، ما عم نحكي إلغاء دين. ما عم نحكي إلغاء دين. بس العلمانية ملحدة. في علمانية. البعض هيك ينظر لها أنه في علمانية معنا مثل الشيوعية أو مثل الإلحاد. هي علمانية دكتاتورية. بس ما في يعني العلمانية الديمقراطية لا ترفض الدين. يعني ما أنا ضد الدين أبداً. أنت حر فيك تمارس الدين اللي بدك إياه، بس ما ترفض إنه جارك كمان يكون له الحق بأنه يمارس دين او ما يمارس دين. اللي هي نسميها المواطنه. تماما. حقك انت كمواطن عايش على هالبلد مو درجه ثانيه ولا عاشره، وانما مواطن درجه اولى. تماما. الكل مواطنين. تماما. ما في واحد واثنين وثلاثه وهذا تماماً. فلان فلاني قريب عندي وذاك، يعني هذا قصدك انه حق المواطنه الحقيقي. تماما. اشكرك، تفضلي يا اهلا. ما عندنا هذا الفكر انه نكون كنا كسوريين. انا ايضا متطوعه بعده هيئات مجتمعيه. هلا عم نجهز لمشان رمضان، نعرف كثير من الاسر ما معها كرمال رمضان الافطار وهيك. اول اشخاص اللي تحمسوا هن اللي كانوا بدهم عم يشتغلوا نجمع مشان الافطار هن اشخاص مسيحيين. سوريا لسه فيها هاد توافق بالاديان وعندنا هذا التآخي، هو لساته موجود، بس هي الثقافة لسه بدنا هلا بدنا نشتغل عليها. بدها الحل برأيك شو؟ يكون نذكر الوقائع إذا إن كان سلبية أو إيجابية نذكرها بشكل شفاف وواقعي، ما نهمش أي شيء سلبي، وقد نذكرها بيكون في يكون وقعة أخف. خارطة الحل بيد من دكتور؟ طبعا بخطابه الاخير السيد الرئيس مع صحيفه فرانكفورتر الالمانيه حكى انه العلمانيه هي الحل، والعلمانيه هي وعرفها بان العلمانيه هي حريه الاديان. وانا بقول الحل هو العلمانيه اللي بتنقل الدوله من دوله الملل الى دوله المواطنه، واللي بتنتقل من الانتماء تنتقل بالمواطن من الانتماء الطائفي الضيق الى الانتماء الوطني العريض. بالاضافه انه انا المساواه بين جميع أبناء الشعب، حتى مو بس بين أبناء الطوائف، حتى بين الرجل والمرأة، يعني مساواة كاملة بين الرجل والمرأة بالقوانين، لأنه قانون الأحوال الشخصية كثير ظالم المرأة. أيوة. وإلغاء القوانين اللي بتميز بين أبناء الوطن السوري الواحد، يعني في قوانين بتميز بين أبناء الوطن، والعمل أيضا على تنمية المناطق المتضررة أو المهملة كمان، هذا مهم، هاي أحد الأسباب. نفتح كمان في الجامعات، نفتح المناهج التعليمية. أيوة. كمان لازم نشتغل عليها. يعني بفوت الطالب السوري مثلا بياخذ بدرس العلوم انه كيف نشأة الكون وكيف تطور والنظرية الداروينية والاصطفاء الطبيعي، بيطلع على حصة الديانة بيشوف انه قصة الخلق مختلفة تماما. فممكن يصاب بانفصام الشخصية. يعني المناهج التعليمية بحاجة إلى إعادة دراسة. أنا أشكرك طبعا أستاذ فائر، كثير من الأشياء ذكرت وهي أساسية، منها ما هو قائم يحتاج إلى تجديد، ومنها ما هو يحتاج إلى أن نحدثه، يعني نستحدثه في مستقبل سوريا. ما هو برأيك يعني الشيء الذي يجب أن نستحدثه كعنصر من عناصر الحل حتى نخرج سوريا مما هي عليه، بخاصة الآن في مطب اجتماعي حكينا اللي هو موضوع الطائفية الذي يراد أن يحرق من خلاله للأسف بعض المكونات في سوريا، بالإضافة إلى الموضوع المناطقي. لا ختاما، أول شيء قصة الكون اللي قالها أستاذي وطبيبنا، قصة الكون بكتاب الديانة وبكتاب العلوم بالمنهاج السوري وحدة، يعني هي قصة كون وحدة بكل المناهج. هي نقطة. نقطة ثانية، اليوم تطور الإنسان الطبيعي كيف؟ نحن عم نحكي على قصة الكون، قصة الكون بمنهاج كتاب الديانة، يعني كمان نحن خلينا نكون كثير دقيقين بالطروحات. قصة الكون بكتاب منهاج الديانة، هلا اللي عم يسمعونا يروحوا يفتحوا دفاتر أولادهم
بكتاب الديانة وبكتاب العلوم وحدة، مشان ما نطول بهذا الحديث وبدك تعذرني يعني. تمام، بشكل عام أنا متفائل بالحالة المجتمعية، هنا عقلاء، هنالك عقلاء من كل الأطراف. عزيزتي حنان هلأ حكيت على نقطة مهمة بشغلنا بمجال العمل التطوعي والإغاثي، أنت بتشوف أنه اللي عم يقدم مجهود إن كان مادي أو معنوي هن مختلفين دينيا وثقافيا وسياسيا، المجتمع السوري يعول عليه. أنا ضد أنه نحن نعول على الدولة ونستنى الدولة لتقوم هي بخطوات، لأنه اليوم عدد كثير من المسؤولين أثبتوا انفصالهم عن الواقع وعدم قدرتهم على السيطرة على عدد من الأمور في بداية الأحداث. أنا برأيي التعويل على المجتمع والتعويل على التربية وعلى أنفسنا، نحن نكون نحن واثقين أنه اليوم هنالك طرف آخر سيكون موجود معي بهذه البلاد وله الحق في الحياة بهذه البلاد. وبشكل عام بلك أنا بصدق متفائلين وهنالك عقلاء قادرون على الاستمرار الى انا اشكركم شكر جزيل، واحنا ان شاء الله مقبلين على رمضان، كل عام وانتم بخير. رمضان مثال جيد لان تعود الناس الى رشدها وعقلها والى قلبها. نحن نحتاج ان ليس فقط بالخبز تبنى الاوطان، انما بالامن والحب ايضا. اشكركم شكر جزيل على حضوركم معنا، ان شاء الله بلدنا سالم معافى من كل مرض، وان شاء الله يكون هو كابوس نصحوا منه ونفيق الصبح وما نلاقي كل هالقصص إلا وتكون قد زالت من بلادنا. هذا فريق العمل معي من سما، مشاهدينا من أجندة حوار يحييكم، محمد عبد الحميد يتمنى لكم الخير إن شاء الله. الجمعة الأربعاء القادم بإذن الله ربما تكون هي آخر حلقة قبل رمضان. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية.